الحسين هي سلوك راقي، هي سلوك راقي، لأنه حتى لو كانت دمعة حزينة، الحزن هو من المشاعر ومن الانفعالات الإنسانية التي تجلي القلب والتي لها الدور المؤكد في نقاء السريرة. فبالتالي كل دمعة، يعني كل دمعة تنهمر على الإمام الحسين سلام الله عليه، نعم هي ممزوجة ما بين الحزن والتعبد، ما بين الحزن والحب، ما بين الحزن والثبات.